مشاهدينا مع وقفتنا الطبية الأولى لهذا اليوم، فيعد تكيس المبيض من الأمراض النسائية الشائعة، وهو مرض قد يكون له عواقب. فالنساء المصابات بهذا المرض أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم. نتعرف أكثر على هذا المرض في التقرير التالي. تكيس المبيض من أكثر الأمراض النسائية الشائعة، وهو يصيب حوالي 10% منهن. ويعرف المرض من اضطراب في عملية الإباضة الطبيعية بسبب خلل هرموني في الجسم، وقد يؤثر في الدورة الشهرية للمرأة وفي قدرتها على الإنجاب، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في القلب والأوعية الدموية وسرطان الرحم في المدى البعيد. أعراض المرض قد تكون مشابهة لأمراض نسائية أخرى، وأحياناً لا تحدث أي أعراض واضحة، ويكتشف المرض مصادفة أثناء الفحص الروتيني. في حوالي 50% من المرضى لا عندهم أعراض ثانية، مثل اضطراب الدورة الشهرية، تأخر الحمل، ظهور الشعر الخشن في مناطق متعددة من الجسم مثل الذقن، منطقة الشارب، أعلى الصدر، أسفل البطن، الظهر. أيضا ممكن زيادة الوزن. من الأعراض الثانية البشرة تكون دهنية، ظهور حب الشباب. هاي الأعراض عادة اللي تأتي بها المريضة معظم الوقت. سبب تكيس المبيض ما زال غير معروف، ولكن يعتقد الخبراء أن للعامل الوراثي دورا في حدوثه، وسبب آخر يرجع إلى الاختلال الهرموني، وتحديدا ارتفاع هرمون الأندروجين الذكوري عند النساء، والذي يتسبب فيه ارتفاع معدلات هرمون الإنسولين، وهذا الخلل الهرموني يؤثر سلبا في عملية الإباضة. أكثر المعرضات للمرض هن المراهقات بسبب زيادة سريعة في الوزن وكذلك تغيرات هرمونية سريعة. لا توجد علاجات لتكيس المبيض، ولكن هناك سبل بسيطة تسهم في الوقاية من الإصابة بالمرض. لا يوجد علاج بصورة عامة لمرض تكيس المبايض. العلاج عادة يكون موجه للأعراض اللي تعاني منها المريضة أكثر شيء. إذا كان عندها اضطراب بالدورة الشهرية، أو إذا كان عندها تأخر بالحمل تعطى محفزات للحمل، إذا كان عندها الشعر الخشن مشكلتها فنساعدها في هذا في أدوية مضادة للهرمونات الذكرية. بس أهم كل شيء يعني هو تنزيل الوزن وممارسة الرياضة بصورة عامة. وبما أن الاختبار لتحديد المرض غير موجود، تقع على الطبيب المختص مسؤولية اكتشافه من خلال التاريخ الطبي والتحاليل والأشعة والموجات فوق الصوتية. رشا خياط، العربية.